السلام عليكم ولادي تلاميذ السنه الرابعه متوسطه ان شاء الله بفضل الله تعالى وجوده ومنه وكرمه. درت لكم وضعيات الادماجيه المقترحه والمحتمله في شهاده التعليم المتوسط بالبيان. بسم الله على بركه الله نبدا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بولادي كما قلت لكم ممكن يدير لكم مسار رحله تبعوا معي ولادي. هالو لاست سامر هوليداي في الصيف عطلة الصيف الماضي my family and I went a trip around Algeria. أنا وعائلتي رحنا في رحلة في يعني في ضواحي الجزائر. We traveled by car from Oran to Sétif. هنا يدير انت يا من ولايتك الولاية اللي راك باغي تروح تشوفها تسموه كما نقولوا حنايا سافرنا من وهران إلى مدينة سطيف. The first day, اليوم الأول, we moved to Algiers and visited its wonderful places like Bab el Wad, مقام الشهيد. في النهار الأول رحنا تحركنا للجزائر العاصمة وزرنا المناطق الرائعة مثل باب el Wad ومقام الشهيد. The second day, we went to جاردن دي سي اند بن عكنون زو. رحنا لبن عكنون زو لحديقة بن عكنون اند وي هاد لارج بيتزا ايا ودينا كسمو بيتزا كبيرة. The third day we went to Sétif and visited عين الفوارة with a stop over for two days. رحنا للصيف وزرنا عين الفوارة مع توقف دامة يومين يعني قعدنا يومين في صيف. Finally we returned home with the thousands of pictures and presents. قالك وبعدها ولينا للدار بعد اللي خدينا آلاف التصاوير الصور والهدايا. After spending enjoyable days وبعد اللي فوتنا أيام رائعة يعني أيام ممتعة. هذا هو الـ itinerary trip trip قادرين يديروا لكم مسار رحلة يعني تهضروا لهم على من اللي سافرتوا حتى عاود وليتوا كيسموها البيت تاعكم ولا المدينة تاعكم. أوكي قادرين نقول لكم كيف تكون مواطنا صالحا. How to be an ideal citizen. كيف تكون مواطنا صالحا. An ideal citizen يعني مواطن مثالي ولا مواطن صالح مثالي يعني. Is one who is a good person. هو إنسان اللي إنسان مليح. Who take an active role in his community. اللي يدي دور إيجابي في المجتمع تاعه. To be an ideal citizen. Firstly, باش تكون المواطن مثالي أولا you should show self-respect. قالك لك توري الاحترام تاعك. Honest, الصدق. Courage, الشجاعة. Love for your country, والحب لبلد تاعك. Secondly, ثانيا you should receive a good education from your parents. يجب أن تتلقى التعليم الجيد من طرف والديك. Thirdly, you should respect others and respect the cultural heritage of your country. يجب أن تحترم الآخرين وتحترم العادات والتقاليد تاع التراث تاعك تاع العاد. لا respect cultural heritage يعني الثقافة تاعك تاع التراث تاع الكونتري تاعك تاع البلد تاعك. Finally you should be a positive person by helping people and joining the charity work. أخيرا يجب أن تكون إيجابيا وتساعد الآخرين بالتحاقك ب charity work يعني بالعمل الخيري. هذه الزوجة هنايا helping others through charity work يعني تساعد الآخرين بانضمامك لعمل خيري ولا لانضمامك ل كيما نقولوا حنايا الجمعية خيرية. Helping others is a great thing
تو دو هي هو باش تساعد الاخرين هو عمل عظيم اللي ديره. It is a great way to give back to your community and make a positive difference in someone's life. قال لك هي طريقة عظيمة باش ترد الجميل your community, يعني ترد الجميل ذل المجتمع تاعك, and make positive difference in someone's life, وتعطي كما نقولوا احنا اختلاف ايجابي لكش واحد في حياته. How can we help? كيفاش نقدروا نساعدوا؟ We have a lot of opportunities to help others. عندنا بزاف كما نقولوا احنا يعني إمكانيات باش نساعد الآخرين. We can help charities by giving our time. قادرين نساعدوا الجمعيات باش نعطوهم الوقت تاعنا. Giving our blood, money, etc. نعطوهم الدم تاعنا والدراهم وإلى آخره. Firstly, we can help orphans and poor people to change their lives for the better. قادرين نعاونوا كسمو orphans يعني اليتامى والneedy people ولا poor people الناس الفقراء باش نبدلوا لهم الحياة تاعهم إلى الأفضل. Secondly, ثانيا, we should participate in afforestation campaigns. قادرين نساهموا في عمليات التشجير. Thirdly, we must help people in earthquake, floods and fires. قادرين نساعدوا الناس في الزلازل, الفيضانات والحرائق. Finally, we can change their life and give them money, love, joy and happiness. قادرين نبدلوا لهم حياتهم, نعطوهم دراهم, الحب, الفرح والسعادة. هذه هي الوضعية تاعنا, كيفاش تساعد الآخرين بانضمامك إلى عمل خيري. قادرين يقول لكم my career dream يعني الحلم الوظيفي تاعي أنا يا I want to be a psychologist. Most people have their future plans, dreams, things which they want to realize someday. قال لك الناس, معظم الناس عندهم المستقبل تاعهم, الخطط, الأحلام, الأشياء اللي راهم باغيين كاش نهار يحققوها. I have always wanted to become a psychologist. دائما أنا أحلم باش نولي طبيب نفسي. We able to listen to من خاطش باش نقدر نسمع للبيبل, solve their problems, نحل لهم مشاكل تاعهم. I will treat who are suffering from their drug addiction. راني بايان نعالج هذوك اللي يعانوا من الادمان. I'm going to try my best to become a helpful person. راني بايان نحاول ندير كل ما بوسعي باش نكون إنسان متعاون. It is the biggest dream in my life. هذا هو الحلم الكبير في حياتي. أنا مجرد تخمين قلت لكم باللي هادو هما اللي قادرين يطيحوا لكم في الامتحانات, وقادرين أنتم تستفادوا من الكسموهم اللي درتهم من قبل الوضعيات الإدماجية. ربي إن شاء الله يحفظكم ولادي. هادو هما اللي انتم راجعوا منهم إن شاء الله, ودوا أفكار وإن شاء الله ربي يوفقكم إن شاء الله. ما تخافوش وما بقيش بزاف, إن شاء الله تكملوا وتفرحوا وتفرحونا معكم وتخدموا بي إن شاء الله. ربي يجعل امتحانات بردا وسلاما على قلوبكم. ربي يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.